يمكن كنا قبل الهوا بنتكلم مع حضرتك وبتقول انه الستين يوم اللي فاتوا يمكن غيروا شكل العالم بغض النظر عن الخاسر او يعني الفائز في هذه المعركه، ولكن شكل العالم تغير تماما بوجود هذه الحرب. كيف تغير؟ قولا واحدا لا استطيع اقول بثقه، اتحدى ان يكون هناك محلل سياسي كان يتوقع ما حدث الان، ولا احد يستطيع ان يتوقع ماذا سوف يحدث إذا ما انتهت هذه الأزمة التي لا يعرف الله إلا مداها. هناك من يقول أنها قد تكون على نهاية العام، وهناك من يقول أنها في فترة أقرب، وهناك من يقول أنها قد تمتد. حضرتك كنت بتقدم قلت مصطلح استوقفني، قلت الصدام غير المقصود. أنا متأكد أنا وإنت عارفين أن كلمة غير مقصود دي مصطلح سياسي مفتعل. أيوة مظبوط، لأنه كل اللي فات شبه بإيه؟ ما كان مخطط له، وإنه ما كانش ده الأهداف، وإنه كانت تصورات روسيا لعملية أوكرانيا في حدود معينة، ولكن كل هذه الأشياء أعتقد تغيرت. تغيرت إزاي؟ تعال نتفق، هل خريطة العالم النهاردة هي ما كانت عليه؟ هبدأ بحاجة، الدول التي كان دستورها الحياد والبعد والاستقلاليه، السويد، فنلندا، مظبوط كده، دول سويسرا، دول لم تكن في يوم من الايام منخرطه في السياسه الدوليه ولا تقترب حتى من الملف السياسي اعلاميا. هذه الدول وجدت نفسها مضطره تدخل في ساحه هذه المعركه. هذه واحد. اثنين، فاكر المصطلح اللي عشنا عليه ايام الحياد الايجابي؟ ايوه. اتصور أن هذا المصطلح وغيره من المصطلحات خرجت من قاموس السياسة العالمية. نحن الآن ندخل في زمن أسميه، إذا جاز التعبير، سميه الانحياز السياسي أو الحياد الاستقلالي. ليه؟ هل أنا وحضرتك أستاذ ريهام نقدر دلوقتي نشاور على موقف واضح المعالم لأي طرف من أطراف العالم؟ لا، مستحيل. هناك تحالف مدعى، وهناك تحالف من تحت الترابيزة، وهناك تحالف مادي، وهناك تحالف عسكري، وهناك تحالف اقتصادي. سؤال، هل يا ترى الدول الحالية واقفة عند السيناريوهات اللي كانت مخططة لدولها ومستقبلها قبل ذلك هي نفس السيناريوهات؟ كل دولة الآن منعكفة على إعادة النظر في سيناريو التعامل على ما بعد انتهاء هذه الأزمة. ده على المستوى الصورة الكلية. طيب امسك آخر تصريح قالته المقربة جدا 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 من الرئيس بوتين، وهي المذيعة الشهيرة أولفا سكابيفا. قالت إيه؟ قالت تصاعد الأمور يمكن أن يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة، وهذا أمر مؤكد تماما. أمر مؤكد تماما. على الرغم أنني أشك في أن هذا المصطلح يعكس الواقع، لأنه حتى لو حصل حرب عالمية ثالثة يا أستاذ شادي، من المؤكد صورتها وأساليبها وأسلحتها تختلف تماما عن كل الأسلحة التقليدية. هتختلف إزاي يا دكتور سامي؟ يعني إيه المختلف دلوقتي؟ لأنه في ناس بتقول الحرب العالمية الثالثة بدأت بالفعل، وإن هي يعني كل ما نراه من عقوبات اقتصادية ومحاولات للضغط على روسيا، إن كل ده في إطار هذه الحرب، إنه مش بالضرورة الحرب تكون حرب أسلحة. هل تفاجئي لو قلت لك إنه حتى الدول التي اتخذت عقوبات ضد روسيا هذه العقوبات ارتدت إلى صدرها؟ آه طب أدي واحد بدليل، وده اللي بتأكد عليه على فكرة روسيا في أكتر يعني. من سي إن إن أن تعلن رسميا أن الشباب الأمريكي الآن انقلب على بايدن. هل في أكتر من إنه هذه الحرب بتؤثر حاليا بقوة على الانتخابات الفرنسية؟ هل في حد النهاردة يقول ألمانيا، وأنا جايب لك بالرقم، لما ألمانيا تقول إنها أنفقت ودعمت أوكرانيا بملياري دولار تنفق على العداد الحربي، هل هو أنفق على العداد الحربي مباشرة ولا على أشياء أخرى؟ تعالي نتكلم في حاجة تانية، حرب المعلوماتية.
سؤال، هو السويفت وإيقاف البنوك المركزية للتعامل عمل إيه؟ وهقول دي غصب عني وعيني بتبتسم، في إيه؟ لم يعد هناك عملة دولية تحترم ها أو تحترم أو أصبحت هي المسيطرة. اليورو نزل قصاد ها الدولار، الروبل نزل بنسبة 13%. الدولار لم يعد هو العملة السائدة ولا المسيطرة، وأعتقد أن فقدان قوته سوف يستمر إن لم يصل إلى مرحلة أن يفقد قدرته على التأثير. كلنا كنا عباد الدولار، دعينا نعترف بما فيها دول روسيا. طيب قولي لي ماذا تفعل أوروبا حينما يعلن رئيسها أن الأمن الغذائي الأوروبي مهدد؟ سيرة الفاضلة، ماذا تقولي؟ ماذا تقولي لما تقولي أمريكا ده اللي أعلنته إنها مولت أوكرانيا ب 800 مليار دولار، ب 800 مليون دولار للعتاد؟ أنا عايز أقول لك مفاجأة، حجم القوى العسكرية اللي روسيا بتحارب بيها جوه أوكرانيا تلت قوة أوكرانيا. إنما التحرك الاستراتيجي على أرض الخريطة الأوكرانية لما فشلت في إنها تمسك، تخش فين؟ تخش العاصمة، راحت راحة فين؟ في منطقة الإيه؟ الشرق. إذن كل دي مناورات. أنا بقول أزعم لا توجد وسيلة إعلامية الآن تستطيع أن تحدد رقم خسائر في العتاد أو في السلاح أو في الخسائر البشرية. خدي البعد الثاني، لما تتكلمي أستاذ ريهام على 10 مليون نازح حتى الآن، إلى أين سيذهبون؟ وهل الدول اللي استقبلتهم دي هتقوى على استكمال الاستضافة وتحمل أعبائهم وهي مكبلة ها بأعبائها الاقتصادية؟ ومن ثم أنا بقول لك بأمانة شديدة، العالم اليوم وغدا لن يكون العالم الذي اعتدنا عليه.